مساكم الله بالخير وحياكم الله في بودكاست قبل العصر. ميزة موضوعنا اليوم ان كل ام وابو يفتحون هذا الموضوع قبل العصر وبعد العصر وبالليل واول ما يقوم من النوم ولدهم او بنتهم دائما يتناقشون بهذا الموضوع. حياك الله عبد الرحمن. مساك الله بالخير احمد، يعطيك الصحه والعافيه. واتوقع حتى بعز الدراسه هم بعد يبطلوني انا هالموضوع. صح، اي والله. موضوع الزواج بشكل عام هو الفرحه الكبيره حق كل ام وابو بالنسبه حق عيالهم انه يفرحون فيهم. طبعا فلما يسالونهم سؤال الزواج يمكن ساعات الولد او البنت يحسون انه ضغط عليهم، لكن الفكره الاساسيه انه يفرحون فيهم. صح. بالمقابل هذه الفرحه اليوم احنا قاعد نشوف في عزوف في فكره الزواج عند الشباب. صح. يا يتاجل او ياخر الزواج او تلقى اصلا ما يبي يتزوج. صح. فهذا ترى موضوع ملاحظ وقاعد يصير بشكل كبير. وهو موضوع ملاحظ وبنفس الوقت احنا الحين في 2023. يعني هل مرت عليك حاله زواج في 2023 او 2022 او السنين اللي طافت الخمسه سته اللي طافت ان في احد قاعد يتزوج عمره مثلا 18 19 مثل ما يسوون الاوليين؟ بصراحة نصوبي لا ما شفت، بس أسمع أن في ناس يعني، بس أتوقع أقل من قبل. يعني لو تروح حق أيام أول تلقى عمره 18 سنة 19 سنة يتزوج. صح. الحين لازم يخلص دراسته، لازم يكون عنده راتب. صح. لازم يعني في مؤهلات معينة جاهزة حق فكرة الزواج. بس عطنا تجاربك. والله شوف، إذا بتكلم تجاربي هي موجودة عندنا بالميدان. يعني أنا إحنا أربع شباب مثلا في البيت، الوالد والوالدة، عندي اثنين من اخواني تزوجوا اعمارهم 18 سنه ما شاء الله. ايه، وحتى اخوي الثالث اللي تزوج عمره 26 سنه اوريدي كان يدرس بامريكا. اوكي. فيوم رد تزوج على طول. حلو. اخوك بالله اللي قاعد قدامك تزوج عمره 31 سنه. أصلي. عقب وظيفه. ايه. وبعد بعد ما توظفت ب 10 سنوات. ايه. فكان لها اسباب. انتم بيتكم عندكم تجارب مختلفه. والله ما تعبوا وياي وايد صراحه اقول لك اياها. يعني بس انت مثل ما انت عارف يعني يمكن مو شايفين الميدان، مو شايفين الصعوبات اللي قاعد نواجهها. المودرن اللي صار بالحياه، الابجريد اللي صار بالحياه. طبعا اكيد ما حد يلوم امه وابونا يشوفون هذه الليله فرحتهم. اكيد لما يشوفون ولدهم وظناهم اللي تعبوا عليه يشوفون نتاج هذه الفرحه وفرحه الناس وياهم. بس انه مثل ما انت عارف، لكن ما حد يعرف حق نفسه الا نفسه مثل ما يقول. صح. يعني لما تشوف انت دوامك تشوف الصعوبات، تشوف صعوبات الحياه، فانت اللي تحط النقاط على الحروف. فهذا الشيء عاد من اللي يعرف يسيس الامور ويعرف يديرها مع امه وابوه 100%. وبعدين في نقطه دائما يقول لك في عمر مناسب حق الزواج. صح. الحين وجهه نظري الشخصيه قبل لا يكون موجود معنا ضيفنا واكيد نتناقش معاه بتفاصيل مهمه بهذا الموضوع، ما في عمر مناسب. صح. انا اشوف ان الشخص يكون جاهز ومتى ما حس نفسه جاهز وفعلا قادر انه يتزوج. لان انت تبي تاخذ يعني امراه جايه من بيت، جايه من حياه معينه، يا يعني انك انت تكون على قدر هذه المسؤوليه وتعيشها بعيشه زينه وعيشه كريمه وفيها يعني اكيد تحديات اللي ممكن كل شخص يكون فيها، بس تكون جاهز. ما يصير ان انت مو جاهز وتقول بتزوج. يعني انا هاي وجهة نظري. وفي ناس تشوف لا، وناسة الدنيا الحين اللي قاعد نشوفها اللي ما شاء الله يوم عن يوم قاعد تطلع لنا وناسة غير على الوناسة اللي امس. صح. الانسان طماع وده ياخذ حق هذه الوناسة لو 200% وده يوصل لها. أي. ما وده انه يطوفه اي شيء. ففي ناس يقول لك حتى لما مثلا ادخل القفص الذهبي راح تطوفني اشياء وايدة. أي. وعلى فكرة هم ليش سموه قفص ذهبي؟ لانه يمكن في نقدر أحس نقول في سبب. هو لا شوف، يعني كلمه القفص الذهبي يعني تقدر تقول ان الشيء اللي ماخذه اكيد شيء حلو. بنت الناس اللي انت ماخذه اكيد انت مختار احسن وحده في النهايه. قاعد تعيش وياها العيشه اللي بتوفر لك احسن شيء في الدنيا. عيالك راح تشوفهم هم احسن شيء في الدنيا. فهو القفص كل ما يتوسع، واكيد الذهب ماله كل ما على قولتهم كبر وياك كل ما صار على قولتهم احنا نقول نالج اكثر، او تقدر تقول انه يصير يحلى اكثر كل ما صار اقدم. صح. هو والله شرحك صراحه ممتاز حق القفص الذهبي. يعني اذا الكل اليوم شخص بياخذ هذا الشرح ويطبقه بيعيش عيشه حلوه. وبعدين ترى حتى الوناسه انت تقدر تستانس وانت متزوج. طبعا. وتقدر تروح وتسافر وتطلع. هو بس انا اتوقع انه مثل ما قلت كل واحد عنده ظروفه. صح. اللي ممكن تخليه يتزوج مبكر او لا. وفي. صح. بعض الاوقات طبيعه شغلك او مثل ما ذكرت يمكن اخوك تزوج بعمر 26 سنه. صح. لانه كان يدرس بامريكا ويحس انه بيركز على دراسته. صح. وهذا ترى وعي انا اشوفه انك انت تكون عارف ليش انا اتزوج الحين او ليش اتزوج بعد سنتين. فيعني موضوع مهم. هو موضوع وايد مهم. واتوقع حتى ضيفنا اللي بيكون ويانا واتوقع بينضم ويانا بيصير مقدم وبيشاركنا الحديث راح يثرينا باشياء وايده وراح يشاركنا باشياء وايده وبيتفق ويانا باشياء وايده وبيختلف ويانا باشياء وايده. مو اختلاف نقدر نقول الاختلاف اللي ممكن يصلح لنا او يضيف لنا تفاصيل اكثر واكثر مع ضيفنا اللي راح نشوفه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
دكتور داود بن عيسى، عضو هيئة تدريس في فقه المقارنة الأحوال الشخصية الزواج والطلاق بكلية القانون الكويتية، حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا سيد أحمد، أهلا وسهلا سيد عبد الرحمن، مساك الله بالخير. سيك بالنور والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك ويبارك بعمرك. حياك في البداية الله. دكتور ما شاء الله، يعني أنا بتكلم عن جزئية لاحظتها في 2020-2021، ما شاء الله تصدرت السوشيال ميديا في الزواجات اللي صارت مع بداية فتحة كورونا، لا إله إلا الله. إيه هذا من فضل الله تبارك وتعالى. طبعا الزواج ما يقف من قبل كورونا ومن بعد كورونا يعني، لكن قول انت انتشار وسائل التواصل بايادي الناس هي اللي تعمم يعني المساله، فالناس اصبحت سهله التواصل بهذه الوسائل فتنشر بسرعه. الحين الخبر اللي بامريكا يوصل لك قبل لا يوصل لهم. صح. صح. دكتور، اليوم يعني اللي يشوف بشكل عام النظره العامه في المجتمع يشوف انه في عزوف من الشباب على فكره الزواج، فبوجهة نظرك اليوم كونك متخصص بشنو السبب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد. شكرا سيد أحمد، شكرا سيد عبد الرحمن على هذه الاستضافة، وأشكر أخونا زكريا المخرج والإعداد والمنتجين والقائمين على هذا البرنامج الجميل حقيقة في نشر مسائل فيها توعية للمجتمع الكويتي وبيان من أصحاب الخبرات بهذه المسائل. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخواننا الفلسطينيين في فلسطين وغزة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يلطف بهم ويرحم شهداءهم وأمواتهم ويطعم جوعاهم ويغفر لهم ويلطف بحالهم، أسأل الله تبارك. يا رب العالمين. حقيقة العزوف أستاذ أحمد هو لم يأتي رغبة من الشباب والشابات، حقيقة هي أمور تغيرت عن ما كان في السابق، هناك ظروف تغيرت أدت إلى تأخر الشباب، الشباب لم يعزف عن الزواج بل تأخر في سنه عن الزواج. في السابق في التسعينيات مثلا أو الثمانينيات كان الشباب يتزوج عمره من أول ما يتخرج خلاص، أول ما يمسك وظيفة على طول يتزوج ولا يعني يبالي في متاعب الحياة المالية الأسرية. احنا لو نقول بمعنى آخر ما هي أسباب تأخر الشباب عن الزواج، بعد الدراسة والاستفتاء الذي عملته شخصيا مع شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات عندنا في الكلية وغيرها أيضا من المجتمع، وجدت أن السبب الرئيس في عزوف الشباب أو تأخر الشباب هو الأعباء المالية التي سيتكبدها في حياته المستقبلية. صحيح. حقيقة أنت لو تنظر التضخم الذي أصاب العالم بأسره والكويت يعني بخاصة، يجد أن المسألة تحتاج إلى يعني تعزيز قبل القدوم والإقدام على مثل هذه الحياة الأسرية. ما توقع أن هم في بعض الخوف يحوش بعض الشباب أو مثلا تقول اللي قاعد يتأخر في الزواج بسبب التضخم اللي قاعد تقوله وحسن الإدارة، بحيث أنه يكون حريص أنه إذا أبي أتزوج مو مثل أول شوي الحياة كانت أبسط، الحين نوعا ما التضخم المادي، الإدارة والتفتح اللي صار في الآونة الأخيرة، صعوبة الإدارة ما تحوش أو تهز الثقة عند الإنسان؟ أنا ما أشوف أن الشباب خايفين من قضية المسؤولية وسوء الإدارة وشيء، هو يخاف من الأعباء المالية. حلو. شبابنا الله الحمد والمنة كل الشباب كله، لأن هذه غريزة في الإنسان، ما خلق الرجل إلا للمرأة وما خلقت المرأة إلا للرجل، لبناء أسرة وتكوينها، كان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم. نعم. فهذا التكاثر والاجتماع والقبائل تجتمع بعضها ببعض، لكن ما في خوف بهذا، يخوف انه يخاف انه ياخذ بنت وما يستطيع ان يصرف عليها ويعيش حياه كريمه كما هو يريد، حتى لا يدخل بنزاع اسري معاها، لان تبتأتي البنت من بيت مغاير تماما لحاله. صح. وهذه نقطه يعني يمكن احنا في اثناء حديثنا نتكلم عنها في مسائل اسباب النزاعات التي تحصل في الاسر. فيجد نفسه يقول انا عشان اتزوج اول مربوط، انا خريج بكالوريوس، صح، معاشي من 800 ل 1000 دينار، صح، لو تضربها وتحسبها حسبه
تشوف مع بدل الإيجار اللي يعطونا إياه والدعم الحكومي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن لا يزيل عنا هذه النعمة. وأجار البيت؟ لا الحين نتكلم عن الدعم اللي بيجيله. حلو. أنا ما أتكلم عن المصاريف، أنا تكلمت الحين بس الدعم، لأن الدعم معاش خلينا نقول 1000. حلو. تمام؟ وبيجيله دعم من بدل إيجار من الحكومة، وبيجيله دعم كأنك تعطي مهر 6000. ما أدري عاد أنا إيش كثر اللي عليه ولا اللي عليه. 6000 أقصد كنا 2 له وأربعة عليه أو 3، ما أدري أنا ما أعرف، ما أذكر. إحنا أيامنا كانت 3000. الشاهد لما تيجي تحسبها مصاريفه، يعني خلينا نقول مدخوله 1150، زائد العلاوه الاجتماعيه بترتفع 1200. انا حسبتها بعد الدراسه اللي قمت مع كثير من الشباب، وجدت ان مصروفه الشهري يتراوح من 1500 الى 1800 دينار فوق يعني اكثر الليمت المعقول، فوق الليمت اللي هو قاعد يعيشه فيه. يقول انا لذلك تشوف كثير من الشباب يدور وحده اللي متوظفه، ما يبي وحده طالبه، لا يبي وحده تعينه على اساس السالفه هذه. وهذه مساله اخرى يجب ان تكون بعين الاعتبار، ان المساله الماليه التي تتكبدها الزوجه. فتجد تقول انا من 1500 ل 1700 هذا ما راح يسكن. فكثير من الشباب يقول حق ابوه يبا جهزي شقه عندك، انا ما اقدر اطلع برا على اساس ان الالتزامات تقل عليه. اي التزام، انا عندي التزام سكن، انا عندي التزام سياره، عندي التزام بنزين، التزام كثير. فالوضع ما اصبح مثل قبل. اتوقع بعد يعني اسف دكتور ما بقاطعك، بس على هذا الجانب ما ادري حتى عبد الرحمن خلينا نتناقش بهذا الموضوع، ان اليوم مع التطور اللي احنا عايشينه الشباب صار عندهم طموح معين في وظيفتهم، في بعض المشاريع اللي ممكن يسوونها، فيقول لك عشان ما اظن بنات الناس معي وانا راح اكون مشغول بشكل وايد كبير، فاجل الزواج 5 سنوات على ما هالمشروع يعني ينجح، على ما هالشهاده انا احصلها. فهذا جزء من تماما استاذ احمد على هذه المساله، لان كثير من الشباب الان يقول لك انا البكالوريوس ما قاعد توكلني عيش وايد، فانا اطمح الى ان اخذ دراسات عليا واخذ دكتوراه علشان يصير راتبي عالي، عشان انا اقدر اكون في مركز مالي جيد استطيع ان انا اعيش فيه انا وزوجتي وعيالي بحياه كريمه ومستقره. فلذلك تجد يقول لك انا خلنا اخلص الدراسات العليا بعدين، فتجد يطوف ال 30 35 يوصل 35 دينار السنه، يقول لك انا يلا الحين ادور الإمارة. نعم، هذا بالنسبة حق الأمور المالية. عندنا بعد أيضا مرحلة ثانية اللي هي الأمور الاجتماعية اللي داخل وتحصل داخل البيت كذلك استاذنا. فيقول لك حتى لو أثناء فترة الخطبة يأتي مثلا الزوج أو الزوجة يظهرون أفضل ما عندهم من إيجابيات من باب التعارف أو من حيث الاختيار، لكن من بعد ما يتسكر باب البيت تظهر أمور وهو ما شافها أثناء فترة الخطبة ولا هي شافتها أثناء الخطبة، وهذا يمكن أتوقع أكثر الأسباب اللي قاعد تعطي أيضا لأني أسباب الطلاق أيضا بين الزوجين. أستاذ عبد الرحمن لو تكلم عن قضية أسباب التفرق أو الفرقة بين الأزواج كثيرة، ولعلها مثل ما تفضلت هي أمور دنيوية شكلية للأسف يعني، وهذا يعطي دافع للشاب في بداية اختياره أن لا يتعجل وأن يحسن الاختيار وأن يبحث عن كل صغيرة وكبيرة عن البنت، والبنت كذلك تسأل عن وتبحث عن كل صغيرة وكبيرة عن الشاب قبل أن تقترن معه في حياتها الأسرية، حتى لا يكون هناك عنصر مفاجأة فيما بينهم ويحصل لكم ما كان يعمل. أنت كنت معشمني وأنا كنت متوقعة وإلى آخره، فيحصل النزاع وهذا أمر خطير جدا. التأثير المجتمعي مثل ما قال عبد الرحمن اليوم على الشباب ممكن يكون ثقيل يعني، أو وجهة نظر البعض بالتفاخر في المهور، في شكل العرس، في الكماليات مثل ما ذكرت اللي هي أمور دنيوية يعني لا تقدم ولا تأخر في الحياة الزوجية. بس هو واقع البعض قاعد يعيشه. شلون احنا نقدر اليوم نقلل كثر ما نقدر من هذه الحالة اللي قاعد تصير في مجتمعاتنا؟ هو أولا لابد تثقيف الأبناء، تثقيف البنت وتثقيف الولد بأن الحياة الأسرية بداية في عنصرها
الابتدائي يجب أن تكون فيها مشقة وتعايش وتحمل وتضحية وصبر. يعني الزوج إذا يقترن بزوج بامرأة تعالي بنت الحلال، ترى أنا قبل لا أخطبك قبل لا أتزوجك أنت عايشة عند أبوك، أبوك اللهم بارك تلقينا وكيل مساعد ولا وكيل وزارة ولا وزير ولا مدير ولا أستاذ جامعي ومعاشه 4-5 آلاف قاعد يسفرك كل صيف، أو كل ما تصير هناك فترة سفر خذاك وعطاك، أنا ما أقدر أسافرك كل مرة، هذا لازم تعرفينه. اثنين، أبوك يشتري لك مو عليه مو مقصر عليك بصغيرة وكبيرة، على عيني وراسي وأنا ما راح أقصر عنك، لكن لازم تعرفين إذا أنت انتقلتي إلى أسرتي لازم تعرفين أن هذه الأمور كلها راح تنتهي، توقف ما راح توقف تمام، اللي موجود عندي راح أقدمه صح. ولا بد أنت تعرفين أن ما هو مسؤول عنه. إذا أنت عندك راتب وعندك أنت خير من الله، هذه أمورك حياتك أنت تعيش تستفيدين منها وقت إيش أو بالطريقة اللي أنت تشوفينها. لكن أنا ماني ملزم بأن أقدم كل الكماليات لك، لأن هذا شرعا ما هو إيش مطالب فيه. نعم. لكن من حسن العشرة بأن يسعد صح. الإنسان معه. نعم. نعم. بس تتوقع أن هل في مثلا أفراد أو عناصر ممكن الآن تقبل في هذه الشروط من بعد هذه الحياة الوردية اللي كانت في بيت أبوها الآن تنتقل إلى حياتنا نوعا ما تقدر تسميها أنه ما أبي أسميها حرمان كثر ما هي فقدان هذه الحياة؟ أنا أقول سيد عبد الرحمن مثل ما قلت لك، يحتاج البنات إلى تثقيف بأن حلو. أنت لازم تعرفين أن الحياة الزوجية والأسرة تحتاج إلى تضحية وصبر. نعم. أما أنت بتعيشين في هذه الأحلام الوردية صعب، خصوصا أن هذا راح يؤدي إلى تأخرها في الزواج وقد يؤدي إلى عنوستها. نعم. يعني ما يصير أنت تقعدين تبحثين عن حياة، أنت لازم تفكرين في قضية الستر وتأسيس أسرة وقيام أسرة حتى تكون هناك أسرة تعبد الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه. أكيد. نعم. يعني موضوع مهم، عندنا وايد محاور ودنا نتكلم فيها معك أكيد، بس نأخذ هذا الفاصل ونرجع بعدها. وايد اليوم قاعدين نشوف بنات وشباب مو متزوجين أو رافضين الفكرة، رغم أن البعض قادر ومتهيئ ولكن رافض فكرة الزواج، ليش؟ تعالوا خلينا نشوف. بالغالب أعتقد التكاليف المادية هي السبب الرئيسي، أن الواحد مو قادر يوفر سكن ولا قادر عشان يبني أسرة ولا يبني بيت ولا يفتح بيت، فأكبر عائق هو المادة. والله أنا أشوف أن سبب العزوف يعني لأن تغير تفكير الشاب الكويتي، مو نفس الجيل القديم. الجيل القديم كان يحاول أنه يكون أسرة وكذا، لكن الحين يفضل أنه يكمل دراسته. غلاء المهر يرجع أيضا إلى غلاء معيشي، لأن البنت لما تبي مهر تبي تشتري ذهب، تبي تشتري مثلا الماس، لا ايام اول ذهب يبون يشترون الماس، يبون يشترون بعض الاشياء الثانيه، فهذا كله يرجع الى الغلاء المعيشي اللي احنا عايشين فيه. كون انت صاحب القرار خصوصا بامور تخص حياتك. يعني دكتور، من اساسيات الزواج احنا عندنا ايضا في المجتمع الكويتي ايضا المهر. المهر في الفترة الأخيرة، يعني في ناس يقول لك إن زادت المهور في الفترة الأخيرة، كونك يمكن أيضا يمكن متخصص أيضا في الأحوال الشخصية وأستاذ أيضا في عضو هيئة التدريس وأيضا توثق أيضا عقود زواج، فالمهر وغلاء المهور في الفترة الأخيرة. سيد عبد الرحمن، أول شيء لازم نعرف أن غلاء المهور زمن ولا وذهب، راح خلوا ذهب ايه راح سلام في غلاء سلامات. ليش؟ ايه لأن أول في السابق كان ما أدري إذا تذكر في الثمانينيات كانت المهور أعلى من مدخول الآباء والمعاريس، فالأبو يعني يشيل الحمل كبير لأن كان يقدمون بال10,000 و15,000 في ذاك الوقت، غير الذهب وغير الأمور، فكانت المعيشة في ذيك السنوات ما كانت بالترف اللي إحنا عايشين فيه الآن، نسأل الله تبارك تعالى يبارك لنا وياكم فيه. فلذلك أصبحت هناك اتفاقيات في كثير من العوائل والقبائل على أن يحدد المهر حتى تخفف الأعباء على الأزواج وتستمر ليش مسألية الزواج من غير عرقلة، حتى جئنا في هذا الزمن وحتى الحكومة جزاها الله خير قامت بزيادة القروض لأنها
تتواكب مع مسألة التضخم. نعم. كانت أول 1000 أصبحت 2000 أصبحت 3000 إلى أن وصلت 6000 إلى الآن. نعم. هذا طبعا ما بين خصم على المعرس وما بين الثاني هبة من الحكومة، نسأل الله تبارك تعالى يبارك لنا فيما أعطاها. الآن الإشكال ليس في المهر يقدمه، يقدر يأخذ قرض الحكومة ويعطيه حق العروس، لكن نعم. إشكالية ملحقات العرس، أنت تتكلم عن دزة. نعم. ما شفت أنت من فترة طلعت في الترند الحين يا جماعة ما نبي سالفة الدزة، نبي نعم. نتفق نلغي هذه القضايا، هذه المسائل، لأنه صار في عبء على أهل العروس وأهل المعرس من النساء والأمهات. نعم. وأصبح هناك عبء على الزوج نفسه، يبي يحتاج أن هناك مطالبات، تسوي لي حفلة، تسوي لي عرس حق ريايل. نعم. تسوي لي دزة وغير ذلك. حسبناها ترى أستاذ عبد الرحمن أحمد، يعني أنا حسبتها الآن في الفترة الحالية اللي بيتزوج يحتاج من 15 إلى 20,000. هذا عرس ترى متواضع، هذا للحين ما أثث، هذا للحين إحنا لا مع التأثيث بسيط يعني. أنا قاعد أقول متواضع ها. يعني واحد عنده شقة يبي يأجر له شقة غرفتين. نعم. صالة حمام مطبخ عزكم الله، ويبي يسوي عرس ريايل ها، ما له شغل بالحريم لأن المرة هي المتكفلة في. نعم. هذه السالفة بتسوي. نعم. عرس حقيقي إن شاء الله كيفك، لكن عرس ريايل بيسوي أثث له، بيحط له دزة، بيحط له شبكة، بيحط له مهر، تتكلم من 15 إلى 20,000. الشاب إذا ما كان عنده ما في على قولهم دعم من والديه ما راح يستطيع يواجه، فأقول كم عود خلنا أعزز نفسي أجمع لبستين ديك الساعة أتزوج. هذا اللي كنا نقول أن القرار اليوم تأخير ممكن يكون مبني على أن خل أجهز نفسي، بس إيش رأيك بالمانشيت اللي قال الدكتور من عهد المهور العالي انتهى؟ أنا مستغرب، إحنا عندنا الحين عندنا بعد توجه قاعد يصير، يقولك والله أنا أخذ مثلا مواطنة من غير مثلا بلدي أو مثلا من بلاد معينة بحيث أن أساس أن أوفر المهر يكون أقل التأثير، يكون هناك في يمكن قناعات أكثر، إحنا يمكن كمجتمع يمكن شوي متفتح ويشوف يمكن ليفل وايد عالي، وهذا موجود حقيقة. يعني شوف أعطيك مانشيت ثاني، اليوم بيتعرف كل مانشيت تبدي عليه أسئلة. إحنا الزواج بغير كويتية نعم أمر ليس بي يعني جديد أو مستجد، إنما هو أصلا مسحوب من سابق. الكويتيين أصلا الكويتيين الآباء والأجداد غالبهم من الهند، من البصرة، من إيران. صح. من وين؟ تشوف وتتجنس وأصبحت إيش غالب، ومن مصر كثير من هذه القبائل. نعم. العرائل بلاد يعني الشام كثير من هذه القضايا كانت موجودة وما زالت موجودة، بس الآن يمكن تنوعت أكثر بأن دش العنصر الغير عربي. نعم. دش العنصر الأجنبي. نعم. يعني أنا أتكلم عن قضية كثير، وهذا سبب انفتاح الدول على تدريس البنات خارج أو الشباب إلى خارج دولة الكويت أو الدول الأوروبية أو الأمريكية، فتجد هناك عنده بالجامعة يتعرف عليه، يشوف يجد أن العنصر هذا أو هذه الزوجة ملائمة له، فيتوافقان فيأتيان في الكويت يتزوجوا. حضرت مناسبات وكثير من هذا. نعم. كثير. نعم. من هذا والعكس، يعني سواء رجل بامرأة غير كويتية. نعم. أجنبية أو رجل أجنبي بامرأة، وهذا طبعا أمر محمود، يعني ليس أمر فيه مثلا مدام أن الطرفان مسلمان الأمر يعني جائز شرعا. صح. وهذا نصيب كما يقال. نعم. الزواج كما يقال قسمه ونصيب، الإنسان يجد نفسه راحة، لكن لا يعني هذا أن الزواج بغير الكويتية تخفف أعباء الزواج المستقبلية، قد تخفف الأعباء الزواج المقدمة الأولية بمعنى. نعم. المهر، قضية المهر ما تطلب 7-8,000 10,000. نعم. ما تطلب دزة، ما تسوي دزة، ما تسوي عرس، ما تسوي، لكن حياتها اليومية المستقبلية سيان. نعم. ما تختلف. أيوه. تماما. وأعتقد بعد هي تعتمد على ثقافة الشخص بغض النظر هو من أي بقعة في العالم. أحسن. يعني إذا كان شخص يطمع بالفلوس راح يطمع وراح يطلب زيادة وزيادة، أو شخص متفهم وشلون. نعم. ممكن يوازن بحياته. فالثقافة في الحياة الزوجية شلون ممكن اليوم نخلي الشباب والبنات عارفين بأن الثقافة في الحياة الزوجية أو مفهوم الزواج مبني على التوازن ومبني على تفهم احتياجات الآخر وتفهم الوضع المادي للزوج أو ظروف الحياة مثل ما ذكرت. هو طبعا لابد تكون نية كل زوج زوجة. نعم. في طلب الزواج هو بناء أسرة، بناء أسرة، وليست هي على قولتهم التباهي.
صحيح. والنظر عند ما عند الآخرين. صحيح. لأن إذا أنت بتنظر عند الآخر ها راح تتعب وتعب زوجك فيها طبعا. زوجتك ترى إذا البنية بتشوف شنو قاعد يسوون مثيلاتها من البنات راح تتعب نفسها وتتعب إيش زوجها فيها. ما راح يفتحون. وأتوقع هذا الشيء ترى قاعد نعيشه بشكل كبير بوايد بيوت يعني نسمعه. لا شك لأن وسائل التواصل تؤثر جدا. يعني أنا لما أشوف عبد الرحمن رايح مسافر كل صيف رايح موديها زوجته رايح منها أكيد أنا بقعد أحن على زوجي ولا حد على زوجتي بقول لها يلا خل نروح لأن إيش معنى هو يروح يسافر وأنا أسافر. لكن إحنا عندنا المثل الكويتي يقول مد ريولك على قد الحال. صح. يعني الإنسان لابد يعرف الزوجة لازم توطن نفسها والزوج لازم يوطن نفسه. يا أخوان من بداية الأمر ترى إحنا مستوانا المعيشي ضعيف أو متوسط أو عالي. فلا بد إحنا نستقبل من بداية الأمر لازم تصير عندنا خارطة الطريق شلون نمشي إن كان موجود خير وبركة لكن الأصل إحنا نمشي على عدم الترفه وعدم إيش النظر إلى ما عند الآخر. وبعدين فكرة المقارنات يعني اليوم أنا بالنسبة لي إذا المرأة والرجل بتقارن وبتشوف بالسوشيال ميديا شنو قاعد يصير ما راح تخلص المقارنة. أنت اليوم شفت فلان أو شفتي فلانة أنت يا زوجة سافرت الديرة الفلانية بعدها في شخص ثاني بسافر ديرة أحلى أو فندق أفخم. صح. أو سيارة. صح. فالقناعة مهمة ودائما المفروض الحياة الزوجية تكون في كذي علامة مهمة هي بالأشخاص وليس بالأماكن. الواحد لازم يكون شوية قنوع. إيش رأيك؟ هذا مو صح عبد الرحمن. أنا أستاذ أحمد هذه المسألة لازم تعزز في نفوسه. أرجع ما أقول مرة ثقافة يجب أن إيش يعززها الوالد والوالدة بالأبناء والبنات أن الزواج بناء أسرة. انظر إلى أمك وأبوك كيف إيش بنوا أسرتكم. نعم. وأنت لازم تنظر مع زوجك الجديد بهذا البناء. أنت كيف راح تربي أبنائك كيف تريد أبنائك يكونون. نعم. هذا إذا أنت بتنظرهم بتجعلهم همهم أمور الدنيا لن يستفيدوا أبدا. صح. 100%. تكلمت على موضوع الأبناء وهذه نقطة مهمة كنت بتطرق لها وهو أيضا تحديد سن الزواج برجع لها مرة ثانية. الحين قاعد نشوف ما شاء الله من أواخر العشرينات إلى أول الثلاثينيات تقريبا نسبة كبيرة قاعد يتزوجون في هذا العمر نفسه. في ناس يقول لك لا والله تزوج أبشر على أساس لما تخلف ولدك يكبر وياك أو بنتك بنتك تكبر وياك بحيث أنها تعيش الحياة وياك وتعيشين الحياة وياها وتواكبين أيضا الزمن. لكن هذا الشيء قاعد نشوفه بقلة نادرة. قاعد نشوف آخر العشرينات أول الثلاثينات. إيجابياتها وأضرارها دكتور. شوف طبعا الزواج المبكر له إيجابيات عديدة. حلو. خصوصا أنها موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. نعم. هذا الاستطاعة هو الأصل لأن الإنسان يحتاج أول شيء استطاعة داخلية نفسية أنه يستطيع أن يدير أسرة أن استطاعة المالية التي يستطيع والبركة تأتي بالزواج تأتي البركة من رب العباد سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يفتح عليك الزواج المبكر. طبعا احنا اول شيء نرجع مرة ثانية سن الزواج من متى يبدأ. طبعا في قانون الأحوال الشخصية الكويتي هناك سنان للزوجة وللزوج. سن الزوجة يجب أن تكون 15 سنة بالشهر القمري. نعم. بمعنى ما يعادل 14 سنة ونص سنة ميلادية. والشاب الولد الذكر قانونا ما يتزوج أقل من 17 سنة قمرية بما يعادل 16 ونص تقريبا مالي. أنا يعني بس 14 سنة مو يعني صغيرة. أي أنا زوجت في مثل هذه الحالات كثير والله. أي بعهد التسعين عهد الألفين بداية الألفينات لكن كانت هذه يعني ما هي منتشرة لأن يعلمون يعني الناس تنظر إلى الأمور الدنيوية فيقول لك معود أنا البيت يجيني بعد 15 سنة. نعم. وفي بعض القبائل وبعض العوائل تقول لك أنا الولد العم حق ولد العمة. صح. أو ولد العم حق بنت عمة فيقول لك خلنا مدام إن إحنا نبيهم حق بعض أول ما يكملون نزوجهم وخلاص ما يبنون بعض ما يبني عليها ينتظر الدخول عليها يمكن بعد تخرجهم من الجامعة. فعلى ما يتخرجون من الجامعة يحتاج لك 4-5 سنوات وعلى ما يكون نفسه يعني يبقى له بعد 6-7 سنوات يطلع له البيت في مناطق البعيدة النائية والغيرة فيكون هو مؤسس نفسه ومخفف على نفسه أعباء مالية كثيرة إضافة إلى أنه راح يأخذ العلاوة الزوجية والإعانة المالية راح تساعده في حياته.
التأخر هذا مثل ما نعيد إلى حياة مبتدى كلامنا سيد عبد الرحمن سيد أحمد بأن الأعباء المالية هي سبب التأخر الرئيس، ولا الشباب ودهم اليوم قبلها. عندي طلبة في الكلية كثير يقول دكتور كلم الوالدة بتزوج، بس تلقى الأباء والأمهات هم اللي يمنعونه، يقول كمعود ما نحن ما عندنا نصرف عليك الحين ولا عندنا نعطيك، اصبر لما تخرج تمسك وظيفة تكزع عن زوجك. ولا في كثير من الشباب وده يتزوج صح. وراغب بالزواج صح. وقادر على أنه يفتح بيت، لكن الأعباء المالية هي اللي إيش موقفته شوي نوعا ما. أنا شفت يعني كل الطرق تؤدينا إلى فكرة أن الأعباء المالية هي العامل الرئيسي في تأخر هذا دراستي أنا خاصة شخصية، وجدت أن غالب التأخر هو سبب الأعباء والتحمل المادي. ودي أتكلم في محور يخص دكتور داود بن عيسى. لا إله إلا الله، يعني الله يتمم عليك دكتور اختيارات الناس لك داود بن عيسى. ترتيب المواعيد عندك شلون قاعد يصير؟ يعني ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني نشوفك لا إله إلا الله في الفترة الأخيرة متصدر أكثر المناسبات يمكن الزواج المتواجد عندنا في الكويت. توفيق الله تبارك وتعالى هذا أول شيء سيد عبد الرحمن. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينعم على الإنسان بشيء ويوفقه يعني يعطيه من حيث إدارة الوقت سيد عبد الرحمن أمر رئيسي. نعم. والصدق والأمانة ونقاء القلب مع الآخرين ترى هذا أمر رئيسي أيضا سبب النجاح. حتى أنت تنجح في حياتك يجب أن يكون قلبك سليم. نعم. أو قابل الآخرين، ولا تنظر ما عند الآخرين. نعم. لأنك إذا نظرت عند الآخرين لن تصل، وإذا كان في قلبك حقد غل حسد أو شيء من هذا القلب، ولا بد أن ترضى بما قسمه الله لك، ولازم هذه قاعدة رئيسة وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ترى الله سبحانه وتعالى أصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان الستة، أعلاها هو شهادة لا إله إلا الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره. هذا الأصل الوحيد الذي يلتمسه الإنسان، القضاء والقدر. كل ما قبلها أمور غيبية، لكن القضاء والقدر، فتعلم أن هذا ما كتبه الله لك. فلكن يجب أن تقابل الناس بطلاقة وبشر وابتسامة ومرح، من غير تنقيص بالآخرين ولا بتنزيل نفسك أمام الآخرين، وتحب ما تحب لغيرك. كل الشكر لك دكتور داود بن عيسى على هالحلقة اللي فيها أكيد موضوع مهم، موضوع الزواج، وإن شاء الله الله يبارك للجميع في حياة زوجية سليمة وكلها بركة إن شاء الله. أحمد أنا ما ودي خلص اللقاء صراحة لأن في مواضيع أكثر، وإحنا بعد على قولتهم، لكن إن شاء الله بحلقات جاية إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الكلمات نافعة لقائلها وسامعها ومشاهدها. وصلى الله تبارك وتعالى يبارك في جهودكم سيد الرحمن سيد أحمد على هذا البرنامج وعلى القائمين على هذا البرنامج، سعدت بكم جدا. إذا نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقات قادمة، مواضيع مهمة، أنا وزميلي عبد الرحمن سيف الوعد في بودكاست إن شاء الله قبل العصر. قبل العصر. الله يعطيك العافية. مع السلامة.